النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، أهلا بكم. كشفت مصادر في لجنة إعادة الأعمار أن إجمالي المبالغ الموضوعة بتصرف اللجنة وصلت إلى 21 مليار ليرة سورية. وأشارت المصادر إلى وجود خطة. بيّنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها بصدد إصدار المخطط التنظيمي لكامل أراضي الغوطة ودير الزور. مصادر الوزارة أكدت أنه قريبا ستشهد المصرف الزراعي التعاوني مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدعم المشروعات المتناهية في الصغر، حيث سيقوم المصرف الزراعي بمنح قروض للمشاريع متناهية الصغر بقيمة أولية تصل إلى ملياري ليرة سورية. وأوضح مدير عام المصرف الزراعي أنه سيتم تطبيق المذكرة في كافة المعارض والأسواق الدولية. فارس كرتلي أن عدد الدول التي ثبتت مشاركتها في الدورة 60 من معرض دمشق الدولي وصل إلى 15 دولة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 دولة. كرتلي أشار إلى وجود انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات مهرجان التسوق الرمضاني الذي تقيمه المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع اتحاد عمال طرطوس، وذلك في كورنيش البحري للمدينة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. انطلقت في محافظة طرطوس فعالية مهرجان ممتازة. كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي لها مع نهاية العام لتحفيز الاستثمارات الخاصة. السعيد أوضحت أن ذراع الاستثمار الجديد في مصر تعتزم روسيا والصين تعزيز دور العملات الوطنية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات أخرى كأنظمة الدفع الإلكتروني والتأمين. موسكو وبكين تعتزمان تعزيز التعاون على خلفية رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم. ما زالت حرب التصريحات بين وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي وكندا من جهة وأمريكا من جهة أخرى مستمرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ختام النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.